اسأل أكثر. مساء الخير مشاهدينا. حماس والغزيون يأخذون التهديدات الإسرائيلية بشن حرب على قطاعهم على محمل الجد، هذا ما أكدته الحركة على لسان نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية. وفيما تقرع طبول حرب رابعة على القطاع المحاصر منذ 10 سنوات، تبرز محاولة دولية جديدة تقودها فرنسا هذه المرة لإحياء مفاوضات السلام، محاولات تصطدم حتى قبل أن تتبلور فعليا برفض إسرائيلي وانتقاد للراعي الفرنسي لمجرد أنه لوح بالاعتراف بدولة فلسطينية فيما لو فشلت مفاوضات السلام. في حوار الليلة من أسأل أكثر سنناقش محورين، الأول عسكري حول احتمال شن إسرائيل حرب جديدة على قطاع غزة، والثاني سياسي نبحث فيه واقعية وجدية هذه المساعي لإحياء مفاوضات السلام وحل الدولتين. وقبل بدء الحوار نبقى مع هذا التقرير لمراسلنا سائد السويركي والتطورات في غزة. حركة حماس لم أرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذا الحوار، وأرحب بضيفي من غزة الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، ومن تل أبيب الباحث والمحلل السياسي جولان برهوم. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد إبراهيم، ألا تمثل، قبل البدء بالأسئلة دعونا ننوه لإمكانية التصويت على صفحتنا على تويتر. إذن يمكنكم مشاهدينا المشاركة من خلال التصويت في صفحتنا على أبدأ معك إذن سيد المدهون، ألا تمثل تصريحات هنية خرقا لاتفاق التهدئة الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 كما تقول تحليلات ومصادر إسرائيلية اليوم؟ أعتقد أن الخرق الواضح هو استمرار الحصار على قطاع غزة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي من قوة. سيد برهوم، ردك على هذه النقاط، إسرائيل لم تنفذ أي من شروط التهدئة، غزة محاصرة للعام العاشر، لم يسمح بدخول مواد البناء والمواد الغذائية المتفق عليها، مساحة الصيد لم تتوسع، وإنما كان العام الماضي هو الأسوأ بالنسبة لصيادي غزة. أليس كل ذلك مبررا للفصائل للاستعداد لأي حرب، لا سيما مع التصريحات والتهديدات الإسرائيلية التي تطلق في وجه القطاع؟ نعم، أولا مرحبا والتحية لك وللجميع المشاهدين. أولا أنا أتحفظ من كل المصطلحات الكذبية بموجب هذا الاتفاق. لو سمحتي لا، أنت لو سمحت لم تجبني على سؤال. جملة لو سمحتي، أنت لم تجبني على سؤال. أقبل. لا، لكن من فضلك سيدتي الكريمة، إسرائيل لا تقبل استمرار بناء الالتزامات الإسرائيلية في هذا الشق من الهدنة، هي لم تنفذ أي من هذه الالتزامات. إسرائيل هي تحتار في اعتقادي إذا هي تريد بمبادرة، إذا هذه المحاولات تستمر لا بد من النصيب أن نرجع لغزة، لكن نرجع من أجل دفاع غزة. سيد إبراهيم، تصريحات هنية، هل هي غير أهل غزة، ولكن يعني للمفارقة أنه في عام 2014 وفي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة فقط سقط ما يزيد على 2000 قتيل، معظمهم من المدنيين والأطفال. لا أريد أن أقاش بهذه النقطة. بسبب حماس. طيب سيد إبراهيم، إذا سيد إبراهيم في غزة تصريحات هنية، هل هي لو سمحت لي سأعود إليك سيد إبراهيم، تصريحات هنية هل هي مجرد تهديدات أم أن حماس معنية وجاهزة لمهاجمة إسرائيل؟ ما هدف هذه التصريحات أصلا؟ البعض يرى فيها استفزاز وإعطاء ذريعة لشن حرب جديدة. أعتقد أن حركة حماس هي حركة مقاومة، تظهر هنا اللوحة المكتملة أن الاحتلال الإسرائيلي لديه نوايا عدوانية لشن هجوم كاسح ولشن عدوان متكرر على الشعب الفلسطيني، على مدنيه وأطفاله وكباره ونسائه، فيما أن المقاومة الفلسطينية إن تستهدف فهي تستهدف المواقع العسكرية
في ضوء مشروعها التحرر. وهذه المواقف من القطاع هي مجرد رد فعل على التهديدات الإسرائيلية المتواصلة. الحديث عن أن قرار الحرب اتخذ ومسألة التنفيذ هي مسألة وقت. سيد جولان، لماذا تقدم إسرائيل اليوم على هذه الخطوة؟ ولماذا لا يتم بالفعل الإيفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة أولا وبشكل أساسي برفع الحصار عن القطاع المحاصر وتنفيذ بنود التهدئة بالمقام الأول؟ أولا أنا أتحفز ثانيا للأسف الشديد مما سمعنا. حماس هي حركة مقاومة، هي حركة عنصرية التي وبحروب الماضية على القطاع. لكن أنا أسأل عن القرار الإسرائيلي اليوم سيد جولان، القرار الإسرائيلي اليوم هل اتخذ بشن حرب على القطاع ولماذا؟ أنا المشكلة هي غير حرب على القطاع، المشكلة هي مكافحة ضد رؤساء الإرهاب فيهم عصابة حماس. وقام قلت في هذه التصريحات هناك تقرير دولي الآن يلخص أبرز الانتهاكات الإسرائيلية من قتل واعتقال وهدم لمنازل الفلسطينيين، وأيضا تطرق إلى احتجاز جثامين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين. بكل الأحوال نطلع على نتائج التصويت عبر تويتر ونحكى عبر صفحتنا على تويتر حتى الآن تعطي ضيفنا في غزة 84% وضيفنا في تل أبيب 16%. أيضا التصويت مستمر عبر موقعنا على الانترنت arabic.rt.com بالإجابة على السؤال التالي: إسرائيل وأنفاق غزة، هل تندلع حرب جديدة قريبا في ظل تبادل التصريحات النارية؟ نعم أم لا؟ يمكنكم المشاركة خلال هذه الحلقة وبعد انتهائها. سيد إبراهيم، الانتقال إلى الشق السياسي واليوم هذه المساعي الدولية، تلويح فابيوس الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فشل مفاوضات السلام، إلى أي درجة بالفعل يشكل خطوة داعمة للفلسطينيين وضاغطة على الجانب الإسرائيلي؟ أعتقد أي اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني هو ليس من المجتمع الدولي، هو واجب. وقد الانتقادات لإسرائيل من كل حدب وصوب، من فرنسا، من واشنطن، من السويد، بان كي مون نفسه، مقاطعة وضائع المستوطنات، العزلة الدولية التي تترسخ الآن ضد إسرائيل، ألا تدفع باتخاذ إجراءات أخرى غير المتبعة اليوم من استيطان وهدم وإعدامات ميدانية للفلسطينيين؟ أنا في اعتقادي إذا للعرب أو للسياسة الفلسطينية الكذبية لها أغلبية. حديث الشريف، القرآن، حسب القرآن والسنة النبي، ماذا الشأن داعش وإسرائيل من فضلك؟ بالنسبة لدولة فلسطينية، رئيس الحكومة نتنياهو، أنا غير موافق معه، لكنه صرح أكثر من مرة، هو يعترف بدولة فلسطينية. سنعود إلى الواقع الفلسطيني، لكن فيما يخص الاعتراف، البعض يرون هذا الدفق الدبلوماسي الدولي شكليا لا يخدم القضية الفلسطينية بالفعل في المحافل الدولية، هل تراه مقدمة بالحد الأدنى؟ هذا بالتأكيد هذه خطوات إيجابية نحو الأمام. الطريق طويل، النضال الدبلوماسي ليس من يوم وليلة، هناك حاجة إلى جهاد وإلى مقاومة وإلى بيوت مقصوفة. سيد جولان، تجبني على السؤال، ماذا هو الآن البديل؟ ماذا هو البديل؟ أنا سأجاوب. نصيب إسرائيل الاستقرار. ماذا ظل من النفط العربي؟ هذا قمة التمييز العنصري بالإجمال بهذا الشكل. دعني بالدقيقة الأخيرة أنتقل للسيد إبراهيم. سيد إبراهيم، إلى أين تتجه في العالم العربي؟ سيد إبراهيم، إلى أين تتجه هذه المساعي الدولية؟ هل هنالك أي واقعية أو جدية بالفعل بمسألة حل الدولتين؟ ونرى نوع من التفاؤل من جانب السلطة الفلسطينية. إبراهيم المدهون 85% من آراء المشاركين في هذا التصويت، والسيد جولان برهوم 15% من آراء المشاركين. التصويت مستمر مشاهدين عبر موقعنا على الانترنت arabic.rt.com بالإجابة على سؤال إن كان إمكانية اندلاع حرب جديدة قريبا في ظل تبادل التصريحات النارية فيما يتعلق بقطاع غزة. في ختام هذه النشرة أشكر ضيفي، كان معنا من غزة الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، ومن تل أبيب الباحث والمحلل السياسي جولان برهوم. شكرا لكما، وشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. دمتم بأمان الله.